هذا ما كان بغيت الماكسيموم الناس يتجمعوا، حيت 22 قليله بزاف في حق هذا الجروب. مشيني وهاد المعلومات اللي غنعطي اللي مشي يعني نقدر تكون كاين ناس غيكونوا فايشين هاد النيفو اللي واصل ليه انا، كاين ناس قل، انا كنسيب لهذوك الناس اللي قل مني. خويا الياس ما كنتقدرش السلعه من انزكال من كازا، وان شاء الله ندخل السلعه من الشينوا ولا كتاب من الشينوا من بلايص اخرين كبدايه الشينوا. انا نهضر على هذا الشيء، نهضر عليه في اللايف لك شاف. بونسوار خويا، خويا عصام مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله. خويا محمد تبارك الله عليك، بغيت الماكسيموم من الناس، حيت 26 قليله في حق هذا حيت الجروب راه تقريبا فيش 1000 واحد تقريبا، راه ماشي 1200 ولا 1500، دونك راه 26 ولا 28 راه قليله، راه ما غاديش نبدا دابا، غنبقى نجاوب مع الناس حسب لي على الاقل كاينه 50 واحد. دونك طاقي وصحابكم ولا انا ما عنديش اوبجيكتيف في شي حاجه ولا غير البارطاج، حقاش وصلت لواحد النيفو ديال ان الى الى المهم الى بارطاجيتي غادي غيكون داكشي بالمثل، غيجي واحد السيد اللي فوق منه بغا يبارطاجي معاك، دونك داكشي انا نكون رابح يعني ديك الساعه غادي نربح. دونك راه كاين مثلا نعطيك اكزومبل، كاين رضا ولا كاين عمر، راه دراري تبارك الله اللي جيت انا نبارطاجي مع الدراري اللي قل مني اللي عاد بادين راني بارطاجيت معاهم. هذوك الناس راه حتى هما انا كنبان قدام راه والو، دونك راه والسلاك ان زكان مزيانه كافيه. خويا انا عمرني قادر ان زكان، ولكن باش ما نكذبوش على بعضياتنا راه كازا فيها كلشي، وغنهضر ان انا حاليا كاين في مراكش وغادي نتحول لكازا قريب، لحقاش البيزنس ديالي باش يمشي مزيان غيكون في كازا ما يكونش في مراكش. وغنهضر ان كانت كمدينه كانت الحلم ديالي نكون في مراكش وتحقق، وغادي نرجع لمراكش نهار يتوتوماتيز الخدمه ديالي نولي بابل وحده شي خدمه مزيان، غادي نرجع لمراكش حقاش مراكش هي المدينه اللي كنرتاح فيها. المهم نهضروا على شي من بعد غير نشوفوا الناس شيفخ شيفخ دافير في الاي كوميرس لو. المهم ما غن حيت هضرت الارقام كاين ناس فايتيني بزاف كاين ناس قل مني، ما بغيتش تخلع الدراري اللي يلاه بادين، ما كاينش ارقام حيت الارقام ما في حد ذاتها راه والو، راه فكره كتساوي رقم. انا بالنسبه ليا عندك فكره، انا عندي افكار دابا خدام عليهم، انا واحد السيد غنذكر سميه ديالو هو ياسين جديه خالد برطال، هاد جوج الناس اللي خوتي وصحابي بلا ما نهضروا على الناس الاخرين، حنا كنكون اسوسي يعني خدمه بيزنس انا وياهم. دونك هاد الناس افكار اللي عندنا كنقول لك 5 سنين كا يوتيوب تحطات كلام اخر، ماشي ارقام كبار يعني ما نقدرش، حيت الا قلتهم بلا ما ندخل في ارقام حيت دخلت فيهم غنتسموا غير كنبيعوا الواح، حيت انا ما محتاجش، ماشي باغي ندير دوره كيف تسرقون بلا ما نهضر على كيف تسرقون الكلي لي كونكورون ديالكم الكليان ديالهم، هذيك غنهضر عليها ما غنعقل حتى شي واحد، وكنتحدى اي واحد يجي عندي غندخل فيه فاس، حيت ما يمكنش تضحك على ولاد الشعب ما نعقلش عليه، غيجي عند اي واحد يقول لي علاش ذكرتي نقدر كاع نذكر السميه وما نخافش، حيت ديجا انت هاد السيد راه غيعرفني علاش كنهضر. اخويا ما كانش غدير داكشي حيت راه داكشي راه في القانون كيعاقب عليه، ومبدئيا راه حشومه حيت انا ما تربيش على هادشي، الوالد ما ربانيش على هادشي والوالده. خالد نعطيك واحد الشيف ظافير اللي هو مقارنه بداك الشيء اللي طرامح ليه اللي هو 1%، غنقولك انا روجت في شهر واحد 19 مليون، واخا ما كنتش نقول هاد الارقام، في شهر واحد تروجات 19 مليون اللي في امانه ديال اسي كامله ما عمرها تروجات. المهم ما بغيتش ندخل في الارقام ما كيداش، ترويج ماشي ربح، دونك ماشي ربحش ربحش، انا كنربح 50% ما عنديش قل منها، الا ربحش قل من 50 كنمرض بحال كندير. دونك انا عندي كليان عندي اصلا داكشي اللي خدام فيه حشومه درا فيه قل من 50%، كيف تسرقون الكليان لول. ما المهم خويا كنوجهك هاد الرساله من هنا من هاد اللايف، راه حشومه هادشي اللي درتي راه توصل فين ما وصلتي غتبقى مسجله عليك. دونك راك اولا راه قانونيا انت راك الايغال كتقول الناس كيف تسرقون، انت توشيشيني يا خويا، انا توشيش في ديك الوقيته كنصيفط كوموند كنعيط السلام سيدي معاك الكوميرسيال، ما كنقولش انا هو مول الشي ولا هادي، انا كوميرسيال كنبقى ديما كوميرسيال، سلام سيدي معاك الكوميرسيال ديال لاباج كذا كذا كذا. شنقول لك كنسولو علاش مشيتي خديتي لا كوموند ديالك، اسيدي راه جا واحد السيد دخل عندي البريفيو وقال لي تما نقل. المهم نتمنى يكون الميساج وصل، وغندير لايف على هاد القضيه غنشرح فيه كلشي. بغيتك تعتذر وتقول انا غلطت، ما اعتذرتش تبقى في بالي ديما، غنقول لك اللي كاين غيوصل عندك هاد اللايف ما عنديش مشكل، ما نخافش منك حقاش انا اصلا ما ذاكرش السميه ديالك ما نذكرهاش كاع، نحيدو كاع الريسك
مرحبا، ولكن راك درتي غلط، وإلا ما اعتذرتيش غنبقى ديما أنا نبقى نجبدك ديما في لي لايف ديالي، حيت توشيشيني، حيت قصيني، منين يولي رجع ليا الروتو بسببك أنت، علاش يرجع ليا الروتو؟ شكونك أنت؟ شكونك؟ أحسن مني ماشي مشكل مرحبا، ولكن ما تطيحنيش أنا، ما تخليش الناس يتعلموا. المهم باش نصحني أخويا، أنا في ألمانيا إخوان يعطوني فكرة، ولكن مزيان نفهم أكثر من الخبراء. أنا ماشي خبير، أنا واحد السيد بصير، وواحد في المية داكشي اللي كنطمح ليه، زيرو زيرو فاصلة دوبل زيرو واحد من داكشي اللي كنطمح ليه واللي غنوصل ليه. وجوج حوايج اللي غيفرقو بين داكشي هو أنني حماق، الحماق ميبقاش عندي العقل باش نفكر، ولا نموت. هاد جوج الحوايج صافي، من غيرهم مكينش. قاسح بزاف، أنا عندي راسي، عندي حجرة في راسي، معنديش عقل، قاسح، لأن مكينش اللي يقدر يزعزعني داكشي اللي أنا اللي بغا نوصل ليه. مكينش، صحابي خسرت بزاف صحابي غير بسبب هادشي، بس انني عاصي، يعني عندي افكار شويه قاسحه، يعني مكاينش اللي زعزعني يقولي مثلا ايوب اش كدير هادشي ماشي وداك، ما غاديش نتفاهم انا وياه. المهم انا عندي 23 عام، ولد 1995، بديت في الايكوميرس هذه 4 سنين تقريبا. غنقول لكم علاش بديت في الايكوميرس، نتمنى يتجمعوا الناس بزاف، حيت داك البلانينغ اللي حاط انا راه ما نهضرش عليه، هذا باغي راه كنجمع معاكم ماشي يتجمعوا الناس، الا يتجمعوا الناس غنهضروا حوايج اخرين. خويا الياس، انت يلا بادي وباقي صغير وما عندكش راس المال، بدا في مدينتك، بدا في مدينتك تعلم، واللي كيخدموا باش يجمعوا الفلوس من الاول ما غير بلا ما تخدم. اخويا بقى نايع في داركم، غنقول لك خدم خدم باش تعمر راسك، حيت الفلوس غتجي، غتجي من بعد. كنقسم لك بالله الى المغرب خضر طري بزاف، المغرب نعطيكم واحد ليكزومبل، الا بغينا واحد نون دومين وقلبنا باش نشرو داك نون دومين، كتلقاه ديجا ديسبونيبل في بوان او بوان كوم، ما كتلقاش هذيك، كيبين لك ان بوان كوم ان الانترناسيونال مقارنه بالناسيونال غير شي غير لوكال فيه الفلوس. انا خويا انا خدام في اللوكال، نهار اوتوماتيز اللوكال نقدر ندوز انترناسيونال، دابا لا، انا اصلا يلا فكرت يلا فكرت ندير تيم ديالي دونك حاليا، يلا فكرت وخدام عليها وموقف الخدمه ديالي، ما كندخل حتى درهم، ولكن داكشي اللي عندي في راسي واللي حاطه في الورقه غيدخل لي الدراهم. دونك من الاحسن، واش نقول لكم، يعني الواحد ديما يتقل، ديما يتقل، يعني ما يقولش انا في علاش انا دابا موقف الخدمه، هيك انا موقف كندخل الفلوس في كل نهار كتدخل لي واحد البركه، علاش موقف الخدمه كنصرف من عندي، كنصرف بزاف ما كندخلش للدار. 8 12 8 12 خارج، كنتلاقى مع هذا السيد، مع هذا السيد كنستافد عند الاساس ديال الريزونس في الساكن، كنستافد منه، كنستافد من الخضار، من مول السناك، من صاحبي، من امي، من با، من كل شيء كنستافد منهم. دونك نقدر نبقى خارج برا الدار غير باش نستافد، باش نعمر راسي، حيت الكونتاكت راه اهم حاجه في هذا البيزنس كامل، راه ما عندكش كونتاكت ما عمرك توصل شي حاجه. غنقول لك كاين، قوم معايا خوتي، قوم معايا. نقرا لي كومونتير، بقاو معايا كنقرا لي كومونتير. المهم نتمنى، ما عرفش، نتمنى نكون خفيف على القلب، هذا ما كان. اش نقول لكم، ما يعني كنهضر معاكم دابا مسريتي شويه حيت اول لايف ليا. المهم انا اهم حاجه هو المعلومات، غير حاول دير وقا وسيلو، الناس اللي يلاه باين غير وقا وسيلو، ولا عاودوا اللايف ولا ما نعرف، وانتم ما تعرفوا اللي يسلككم. انا غنهضركم على راسي دابا، حين توصلنا ل 50 واحد اللي هو كان لوبجيكتيف ديالي، اول حاجه هي 50، 50 راه مزيانه. ومن هاد من هاد اللايف كنوصل تحيه للناس اللي قراب ليا والعزاز عليا بزاف، بلا ما نذكر الاسماء ديالهم حيت خلاص نخاف نسى شي واحد ويتقلق، ولكن جوج الحوايج، جوج الناس غنذكر الاسماء ديالهم، اللي هو الوالد والوالده، اللي بالاخص الوالد راه عاونتني بزاف، ولكن الوالد هو اللي وصلني لهاد النيفو. انا غنحاول نشرح لكم دابا علاش وصلت لهذا النيفو، اللي هو ديجا داير دو بيب، كنت كنجيب فونت تاخدي ستوب دابا والو تقريبا ان موا اللي داز، عطيني رايك. دابا راه غندخل معاك في يعني في الديتاي، خصني برودوي شنو هو باش نقدر انا نعاونك، فهمتيني؟ يعني دخل عندي بريفي كان شي تقدر تعطيني برودوي نعاونك، فهمتيني؟ اما دابا ما يمكنش، خاصني نسولك شنو هو البرودوي. اول حاجه غنسولك شنو هو البرودوي، باش نقولك واش هو اصلا كان عليك تقدى فيه بزاف ولا كان ولا لا. المهم غنبداو دابا، مقدمه ايوب خياطي، 23 عام، ان شاء الله في شهر 3 غندخل 24 عام الى كتب. اش نقول لكم، باك سيونس فيزيك، قريت العام الاول في لافاك،
ما كنتش بغي نقرا، يعني ما كنتش بغي نقرا ديجا انا تزاديت باش نكون اونتربرونور، واخا انا راه والو قدامك الشيء اللي كنقول طامح ليه، وانا ماشي اونتربرونور دابا. ديجا اول بروجي ديالي في الغيال راه خدام عليه اليوم، راه يعرفوني الناس اللي اش كنهضر لصحابي اليوم، فرغت كيسيونير في الزنقه انا في شي بروجي كبير اللي كنشوف فيه انا من 5 سنين غيكون، غتكونوا نتوما كليان ديالي اقسم لكم بالله، راه دابا يعرفني اش كنقول، وخالد وياسين نتوما غتكونوا كليان ديالي متاكد من الاخر، انت كليان ديالي شنو هو علاش كيفاش ما يمكنش ليا نقول داكشي. داكشي كيبقى اصلا حتى البروجي يلا غادي يلا غيتحط ان شاء الله نهار الاثنين كسوسيتي، وغيتبراند غيولي كبراند، نتمنى كل خير هذا المكان. وصعيب باش هذا البروجي الفشل ديالو في امتى غيكون، نهار بقى عندي درهم في جيبي غيكون الفشل ديالو، ما كانش يعني بقى عندي الدراهم في جيبي كيدورو غنبقى نخسر عليه تي تيبان. المهم كنخرج على الموضوع سمحوا لي، ولكن نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من شي كنقول لكم. المقدمه راه قلت لكم شكون انا، انا حاط غادي حاط واحد لاجوندا في لي غرون تي تخلي سيتي راه حاطهم عشاق الناس. خويا انا ماشي طموح، قمه الطموح الى جاو يقولوا هذا السيد شكون اكبر واحد غيدخل واحد الكتاب ولا ما نعرف شنو، طموح عندي وصل لي الهنا نتخاصم معاك، نقدر با نتخاصم معاك، بابا يقول لي مكتش داك الطريق، يقول لي انا باك ولا الطريق، نقول له هاد الطريق، نهار نوصل داك الطريق نعيط لي الو الوالد راه وصلت داك الطريق اللي كنت نقول لي انت ما تمشيش فيها راه وصلت صافي نصالحنا يلا مرحبا. نتمنى تكونوا فهمتوني، ما كاينش عندي شي حاجه سميتها والو، الموت قلت لكم هي الموت لانني حماق، نقول حماق كندور في الزناقي هادشي اللي كاين، من غير هادشي راه ما يمكنش. وكان سمحوا لي حيت كنقول بصيغه انا المهم سمحوا لي بزاف على ما خصنيش نهضر على راسي بهذه الطريقه، ولكن سمحوا لي بزاف. مقدمه راه قدمت لكم راسي، غنهضر لكم على اول حاجه اللي وصلت لهاد النيفو اللي هو قليل في حق داكشي اللي طامح ليه، اللي هو الوالد. كان هو هو الشعله، هو اللي خلاني نبدا. نعاود لكم، الوالد محمد الخياطي واحد السيد اللي كان في العروبيه جا للمدينه خدم كغريسون، غريسون هو اللي كيكون يعاون الشيفور في الكاميو. من بعد غريسون كان طموح الوالد ديالي، ولكن كانت غايبه عليه العاطفه بزاف، من بعد غريسون ولا شيفور، شيفور هو اللي كيسوق الكاميو مزيان حد هنا راه مزيان. من بعد ولا انا شيفور خدم، كان طموح الوالد ولكن كانت العاطفه غالبه عليه، حتى انا العاطفه ما تغلبش عليا، قدر با يعارضني في الراي ديالو ما يقنعنيش راه ما نعقلش عليه، واخا با قنعني ولا نقنعك وحده فيهم انا غنقنعك، حيت انا طموح ما عرفتش كنتعصب ملي كنتفكر شي حوايج انا اللي بغا نوصل ليهم ما كاينش اللي يقدر يمنعني عليهم، كي قلت لك واش الحوايج هما اللي يمنعوني. الوالد كان غريسون ولا شيفور مزيان حد هنا مزيان، كنا عايشين واحد الحياه زوينه بالقليل شويه. الوالد بالطموح ديالو بغى يشري كاميو اللي هو اللي كان الدومين ديالو، شرا واحد الكاميو شرا بالكريدي، وبالمناسبه انا ضد الكريدي وضد لي زانتيري، كاين الناس غيتقرصوا ويقولوا علاش كيذكر خويا الكريدي مبقى فوق انا راه حرام، الريبه راه حرام، بلا ما نكذبوا على بعضياتنا ضد الريبه، بروجيات كبار كنت نخدم عليهم السبب هو الريبه، الريبه انا بعدت منها مع واحد البروجي واخا خصني نقولوش ما ساهل يعني ماشي مهم ما عادي، بروجي عادي لوكاسيون ديال لي فواتير، كنت ندير لوكاسيون ديال لي فواتير واحد المبلغ قليل اللي بقى بيني وبين لوكاسيون باش نخرج 5 طوموبيلات كبدايه، ما بغيتش ندير لوكاسيون لحقاش كان خاصني الفلوس، وباش دير الفلوس باش تانفيستي خاصك تاخذ كريدي، وملي كتمشي عند واحد لا ميزون ديال الطوموبيل تيقول لك اسيدي انت ديجا فتشي 50% عندك كريدي غراتويش، وعندك واحد لي فري ديال الدوسي، كذبه فري الدوسي راه ما كاينينش حيت فري الدوسي، على خويا انت تمشي تجبد لي جوج ورقات ودير واحد شويه ديال ليفون خاصك كانوا 7000 درهم 8000 درهم 10000 درهم، داك ماشي فري الدوسي، هذوك لي زانتيري بطريقه غير مباشره. انا ضد لي زانتيري وغنقول لكم علاش ضد لي زانتيري. الوالد بدا في الكاميون الاول بالكريدي اللي هو اللي كنهضر عليه دابا، والله راه واخا توصل فيه ما وصلتي بالكريدي راك غير كتكذب على راسك، فين ما وصلتي فين ما وصلتي كتكذب على راسك، والله خويا نبقى عندك عندي درهم ما عنديش كريدي، حيت انا كاين دي بروجي دابا، هاد البروجي اللي خدام عليه انا دابا راه كنت غنقدر نخدم على المغرب في دقه واحده بكريدي، وعندي ضمانات نضمن لابارتمون ديالي مثلا، لابارتمون ديالي غنضمن بها مثلا. المهم ما نخرجش على الموضوع، سمحوا لي حيت كنخرج على الموضوع. تبارك الله عليك، الله يعاونك في البروجي ديالك يا ربي، امين الجميع ان شاء الله. نتمنى يكون اخوتي كيتفرجوا في هذاك اللي هي نزهه عمر
نتمنى انه يكون قصار في هذا اللايف. تحياتي منا. شنو اخر مهم سيتياسيون فاش كان الوالد معنا؟ انا نهضر على الوالد حيت الوالد هو الشعله، هو باش انا بديت. الوالد خد الكامل الاول بالكريدي اللي انا ضده دابا حاليا، اللي ديجا هو كان ضده وكان كيكذب على راسه. لا ولدي راح محتاجين، ما كاينش محتاجين، بقى بزاف بقى ديال طابله بيع اللي بعتي ما ديش كريدي. غندير واحد الباج نيت ولا باج وحده، ما بغيتش نخرج على الموضوع، غنبقى نجاوبكم في الاخر على لي كيسيون اللي قديت عليهم. وهاد اللايف غنبقى معاكم حتى لاخر رامق. شنو اخر رامق؟ تنشحت ما بقاش نقدر نخرج الهضره من هنا ونسكت ثلاثه السوايع اربعه، ما عنديش مشكل. راه اول مره غندير شي لايف وصبرت بزاف، كنشوف شي حوايج ما كيعجبونيش منهم كيف تسرقون هذيك، راه غتبقى بين عينيا ديما. نهار تجي عندي تقول ايوب خويا اسمح لي راه غلطت، انكس انكس صافي اخويا المسامح كامل، ما تقولش لي غنبقى ديما نجبدك من الاخر. نهار ترجع لي كوموند روتور يقول مولاي اخويا راه جا على واحد السيد وراه دار معايا وقال لي رقم من تما، غنعرفك انت اللي انت سبب ديك القضيه، انت سبب انت مولاها. جاك عارف راسك بلا ما نهضروا وبلا ما نبقاو نهضروا على لي سيلفي ولا حشومه. انا نقدر نبقى كاري نكري ونشري مشارونج شري ما نعرف شنو من الاخر. انا كنتعصب في هاد الحوايج كيستفزوني. بالمناسبه انا ولد الناس ديال بصح وظريف وكول وبوغوس عقليتي، ولكن الحاجه كتستفزني كنتعصب بزاف. الموين ديال الرباح اخويا راه ما محداش، ما يمكنش تحدد الموين. راه غير الا كنت يلا بهادي غنزعمكم باش تبداو، راه الا كنت يلا بلا ما نهضر على الكونت ديال البنت وديك البنت راه الكونت عندي ديالها. حتى حشومة اللي جام اللي كدير اخويا كفو كونت، راه حشومة دير جام ديك الحوايج وتحط بحال ديك البنت عريانة بحال هكداك. راه شوف قاسح بغيت هاد الا ما وصلتش نسافر الكليان ديالو ماشي مشكل، مو خاصك تشوفو خاصك تعتذر وقول انا غلطت. انت واعر تحياتي ذكي بزاف عرفتي تسيب الناس، ولكن فرشتيها فرشتيها ديال بصح حيت لعبتي مع الناس اللي كضرب النفس على ولاد الشعب ولا الدراري اللي يلاه بادي. انا صاحبي حشومه صاحبي تستغل الناس بحال هكا عشان شفت انا راه شي راه بزاف. بالمناسبه الله يهداك الدوره ديالك راه طواليه، ما يمكنش تشري انا دوره يعني واحد السيد ما عندوش ساعتين يمكنش تشري لي الدوره ديالو. انا دابا يجي عندي واحد السيد ما عندوش ساعتين تشري دوره ب 100000 درهم، يعني درهم جايب نشري عنده دوره. حيت عارف الافكار اللي غناخذ من الدوره غنصرفهم فلوس، غنصرفهم غيخرج لي بزاف ديال الفلوس. قوم معايا الدراري راه كنشحف كنضرب الزربه ولا بالمناسبه ما مغديش واخا خصني ما نقولش هاد الحل الهضره باش نكون في الوقت، حيت كان عندي حوايج اخر كنقضيهم. ولا مشيت نتغدى غنتعطل عليكم، انا عندي 6 6 راه حشومه. نهضروا على الوالد حيت الوالد هو اللي غيدي لي بزاف ديال الوقت. حيت انا شوف الدراري حاجه تكنيك نديروها في لايف اخر، انا كنعطيكم التجربه اللي دزت منها. حيت التجربه حيت التكنيك راه كاين في جوجل في يوتيوب، كاين شي تجارب ما كيتذكروش كيفاش بديتي كيفاش. المهم غنكملو غتوصل غنوصل لهذا الشيء ان شاء الله. الوالد خدا الكاميون الاول خدا بالكريدي، ممكن لقاني في هاد الوقيته ما نخليش ياخذ بالكريدي وفطال ونخدا كنت غننجح ليه المشروع وفي الاخر غيبقى حرام يعني بلا ما نكذبوا على بعضياتنا. خدا الكاميو بالكريدي، انا كنقرا لي تيتخ الدراري ماشي حاط شي تاكس ولا لي تيتخ اللي خصني نطرق ليهم. خدا الكاميو الاول بالكريدي، المهم بقى خدام عشنا حياه زوينه ديال بصح فلوس داخله. الوالد ديفو اللي فيه وهو انه كيلعب بالعاطفه ماشي بخاطيك، ما كيفكرش بعقله كيفكر بالعاطفه. دونك العاطفه راه كتخرج على بنادم، العاطفه وصلت لهذا الشيء وصل ليه، ولكن الحمد لله لقاني انا. المهم ديك الطيحه ديالو ما كيف تيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد، هذا الشيء اللي وقع. الوالد طاح انا طلعت في الوقيته اللي طاح فيها، في الوقيته اللي قال لي ايوب ولدي ما عنديش نعطيك باش تدوز السويع في الباك، هي فين طلعت انا في الوقيته ملي بغيت نلقى من اللبس. حيت انا من الناس اللي كنبغي ان شاء الله براسي وكله كيف كله مو انا كنبغي ان شاء الله براسي نبغي نعيش الكاليتي. ايوب نسيتي ها ايوب في اللايف. المهم واش تبغي اخويا اي خالد انفيت لا؟ المهم واحد السيد بغيت انفيت، واش خالد بغيت انفيت لا؟ المهم
من الاحسن بلاش تحمل خمسة نقرب المسير والله يبغى طالب اللي يعني في شي حد يضرب معايا ولا نكمل. الوالد في هذيك الوقيته مني طاح انا طلعت، فلقيت من عند الوالده وقالت لي ايوب راه بيدوز السوايع في البارك، راه السوايع ضروريين، وخا داك الشيء راه ماشي ضروري، راه اوتو فورماسيون نتعلم انا، نعلم الاستاذ راه يعلمني هو، نمشي نقلبها في جوجل في واش بغا نوصل داك الشيء اللي بغا نوصل ليه. في هذيك الوقيته كنقسم لكم بالله في الوقيته اللي الوالد نكمل لكم ان الوالد كان عنده كاميو مشى طمح يزيد كاميو ثاني، المهم دار الكاميو الثاني خدم فيه واحد السيد اللي هو خوه، واخا خصنا نقولوا بحال الحوايج خرج شي حوايج اللي ديال العائليه يعني سوسيال بزاف يعني كتهمني انا، ولكن بغيت نموتيفيكم يعني ما بغيتكمش، المهم ما كاينش حاجه مستحيله الدراري من الاخر، قلت لكم شي حوايج ملائمه ولا داكشي اللي بغا نوصل ليه. الوالد في الوقيته ملي جات عند الوالده وقالت لي راه ايوب راه بغا يدوز السوايع في الباك، هذيك هي الوقيته اللي ايوب فاق، مني قالت لي بغا يدوز السوايع قال ما عنديش ندوز ليه السوايع ما يمكنش. الوالد بالمناسبه كان غالب عليه العاطفه، داكشي اللي كان كيجمعو كيخسروا على صحابو وعلى العائله وبحال هكا سوسيال بزاف اكثر من القياس. مثلا جايب مثلا نعطيكم واحد ديكزومبل، جايب المناظر والروز من الشمال كيتفرقوا في الطريق وكيوصلوا حتى للدار عندنا باش يتباعوا ولا نستافدوا منهم كبيع وشراء، ولا كيشريهم فلوسه غادي في الطريق وكيفرق. هادشي المهم خصنا كمان نطرق ليه، ولكن انا غنطرق ليه. الوالد راه عارف هادشي، انا صارحتو بيه ملي كبرت وصارحتو بيه، ما يمكنش بلا ما نكذبو على بعضياتنا، قلت لك راه با ندخل فيه فاس عزيز عليا قد قداش، ولكن باش يدير بحال الحوايج راه ما نعقلش عليه يعني، حيت واخا با حسو ما يغلطش ما يغلطش بحال الاغلاط اللي حنا ضعنا فيهم. بقاو معايا نقرا لي كيسيون اللي عندي هنا. كونيكسيون الدراري واش باقيين كتسمعوني ولا لا؟ اللي كيسمعوني يقول لي راه كنسمعوك حيت خفت نبقى غير نهضر وما كتسمعونيش. الا كنتو كتسمعوني خلو لي غير واحد جوج رقم حرف غير باش نعرفكم كتسمعوني. واش كتسمعوني الاخوان ولا لا؟ مشكلة الا كنتو كتسمعوا الصوت ديالي قولي كنسمعوك ياك مزيان، نتمنى ان اكون مزيان، بغيت كلشي يقول لي كنسمع كنسمع باش نعرف واش كتسمعوني باش مابقاش نضيع الوقت، ويعني باش نضيع الوقت يعني نبقى غير نهضر وفي الاخر مكتسمعونيش. وي كنسمعو صافي مزيان مزيان صافي صافي شكرا شكرا الدراري شكرا شكرا الدراري. كان تقطع اللايف يلا رجع ما عرفش انا طارق طرواجي، سمح لي واش طارق طرواجي ولا الويفي طارق طرواجي خالد برطان، تحياتي لأحسن صديق والأخ خالد برطان. صافي مزيان مزيان الدراري صافي صافي يعني كتسمعوني كتسمعوني صافي مزيان، غير خلوني نكمل باش ما نخرجش من دابا مزيان صافي مزيان الدراري غير وقفوا مابقاش كتبوا لي كومونتير حيت كنتخربق حيت انا كنشوف في الكاميرا وكتبقاو تكتبوا كنترون يعني خلوني نبقى نهضر وصافي غير حبسوا صافي راه كتسمعوني مزيان صافي مزيان غير حبسوا الدرب بلا ما بقاوش تكتبوا لي كومونتير. خويا خالد نقدر نجاوب في الاخر دابا لا خويا اي عبدو ما كايناش موين ديال الربح، كاين المينيموم تكون اخويا راسك فيه حجر راه تدخل 5000 درهم راسك واعر تدخل ما نعرفش شحال ما نعطيش رقم شحال بلافون ما نعطيش ليك عطاك المينيموم راسك فيه حجره كتفكرش واه ما عندكش تدخل 5000 درهم 10000 درهم ما باش نبقى نهضر ارقام حيت ما كاينلاش ارقام خليهم الناس اللي واصلين انا ما واصلش انا يلا بالي. نكمل لكم فين وصلت. المهم اش المهم في الوقيته الواليد ملي قال دونك انا الوقيته كان الوقيته كت يعني كتكون شخصيه ديالنا في قيد 17 عام 18 20 راه هي الشخصيه ديالنا، الا تكونت الشخصيه ديالك على البيزنس تبقى ديما بيزنس ما عمر انا دي صعيب تقول لي سالاري راه تعطيني 40 مليون في الشهر ما خمس سالاري ونبقى ندخل غير درهم في النهار ونخدم يعني الكوميرس علاش لحقاش الكوميرس بديت بدرهم ما توليش درهم غدا وهي غاليه غنوصل غنفوز هذيك 40 مليون، اما 40 مليون تبقى محدوده لي بريم داكشي يبقى يعني كنعطيك 40 مليون راه كثيره في حد ذاتها كسالاري 5000 درهم 7000 10000 30000 40000 50000 80000 100000 راه كتبقى في حد ذاتها راه سالاري محدود محدود ديال بصح. تحياتي للناس اللي سالاري راه ماشي كامل زادين شكونوا بيا وشرايا ولا
غير هو انا كنقول لك الشيء اللي كان كيمثلني داك الشيء. نكمل لكم ان في هذه الوقيته فين بديت كنفكر خاصني ندير بيزنس، خاصني نبيع ونشري. بالصدفه بالصدفه كاين واحد في اسفي، كاين واحد السوق سميتو سوق الساعه، الناس ديال اسفي بغيتهم يهضروا بغيتهم يبانوا في هذا اللايف، يقول لي انا ولد اسفي. سوق الساعه في اللايف سميتو سوق الساعه، كيعمر ساعه واحده في السيمانه اللي هو نهار الاحد، سميتو سوق الساعه. دونك هذيك في هذيك الوقيته هي من المهم كنا كنمشيو في كل قلة ما يدار والمراهقه ومخا صغير ما كاين ما يدار، كل نهار الاحد خاصك تهبط انت والدراري تهبط لك سوق الساعه، فيه الحوايج فيه البال فيه بزاف ديال الحوايج، فيه حوايج قدام والقشاوات. انا عزيز عليا التبقشيش، عزيز عليا داكشي ديال التبقشيش، وقلب هنا وخنفس هنا، وهادي عندها 50 عام وهادي 20 عام، عزيز عليا هادشي. واحد النهار شنقول لكم، كنت كندور مع الدراري صحابي، راه الدراري صحابي خالد وياسين كيعرفوا هادشي، غتسولهم غيقولوا نفس داكشي اللي كنقول انا دابا. كان معايا خالد يمكن بالضبط، ياسين حتى هو كان صاحبي وكان كيمشي معانا مره مره. كتمشي كتبقشش، واخا معاك حتى درهم خاصك تمشي بليا، كيقلت ما يدار. هادشي وقع في الباك تقريبا، في الباك وقع في الاواخر ديال الباك. مشيت وانا عز عليا نلبس كله فاش كيرتاح، كاين اللي عز عليا صافر انا زين صافر، كله واش ما عز عليا انا زين ان شاء الله في راسي صافي. هادشي ما نوصل ليكم نازل اسين، نتمنى يكونوا نازل اسين. يقول انا ولد اسين كنعرف سوق الساعه اللي هو كيعمر مره واحده في السيمانه، كيعمر ساعه واحده مع الوقت، ولا كيعمر حيت كبدايه بدا بساعه، مع الوقت بدا كيطول، ما بقاش ساعه ولا ساعتين ولا نص نهار كامل. ولا كنمشيو مثلا مع الصباح كيسالي حتى لجوج العشيه، من الصباح من 8 الصباح لجوج العشيه، يعني نص نهار. انا فاش بقيت مشري داك المكان كان كيعمر ساعه، ديك الساعه ساعتين تقريبا. هذيك المكانة شريتها ب20 درهم، ب20 درهم والله حل لي هذا الباب بلا ما نشعر، بلا ما نضرب لها لا حسبه لا والو. ما كان شريتها لي انا السميه ديالها، خفت غير يتحط الفيديو في اليوتيوب ولا ونولي. المهم من الاحسن الدراري بلا ما يتحط الفيديو في اليوتيوب ولا، حيت راه كاين شي حوايج راه عائليه، راه ملي كنجي نشارك معاهم كعائله، حيت راه ملي كنذكر لك با خاصك نذكره لك، نجي نقول لك كيفاش التراجي كيفاش وصلت، ما وصلت والو قدام داكشي اللي باغي طامح ليه، كيفاش وصلت لهذا النيفو الصغيور اللي هو 1% من داكشي اللي انا طامح ليه واللي غنوصل ليه، ما يمكنش بالعقل غنوصل ليه. شريت ميغان ب 20 درهم الدراري، سميتها باتيك فيليب مارك دو لوكس، هاد لا مارك ماشي كازيون لا، ب 20 درهم. هذاك السيد ما عرفش ليه مسكين، ديجا هي دابا حاليا كتباع جمله كتباع ب 250 درهم، ما هو ما عرفش يبيعها، شوف من دبر عليها واش مشفوره ولا ما نعرف، ما سوقيش انا كيفاش جابها. كنعرف انا شي عندهم مقاله ب 20 درهم ليا، حيت كنعشق المواكم كيعجبوني، كيعجبني ان شاء الله في راسي انا شهر غيعجبني. المهم مقاله ب 20 درهم، جا واحد السيد صاحبي سميتو صلاح، ما كاينش هو في اللايف ديجا، هو راه ما دخلش الجروب وبعيد على البيزنس، يعني مسكين راه المهم مريح في الدار الله يسهل عليه، غنقدر نعاونو اللي بغا، شو المهم ما كيميلش البيزنس، بغا يخدم هو سالاري ويتخبى الله يسهل عليه. هذه من ديالي اش نقول لك، ب 20 درهم جا قلت لي راه بلا كانه زوينه، راه من الكوير راه فيها موطور اوتوماتيك راه تيربيون. قال لي كاين واحد الجروب سميتو صافي ماركت، صافي ماركت. المهم بالمناسبه اختي كتفرج في اللايف وقالت لي هاي على الخاتم، هذا الخاتم يلا ركبتو شي سيمانه دابا تقريبا، المهم من الخياطي حتى من بعد ماشي دابا، هذا الخاتم ما كانش ركبتو ماشي دابا. نضحكوا الدراري نحاولوا نخلقوا مع بعضياتنا شويه. المهم راه الاخت ديالي داخله دابا اللي هي بنت الخياطي، شافت هذا الخاتم قالت لي كيفاش هذا البان ديال الخاتم، من بعد بنت الخياطي من بعد ماشي دابا. المهم نكمل لكم، داك الدري كان الفضل ديالو وداكشي ديال الله، يعني راه الله يسر لينا. في جا قال لي ايوب كاين واحد الجروب سميتو صافي ماركت، هاد الجروب تقريبا وصل شي 70000 جيم، 70000 مومغ دابا حاليا، اللي كان في الوقت اللي دخلت ليها كان 1000، كانت 1000 كاليتي ماشي كونتيتي. دابا هاد الجروب راه باقي كاليتي لحد الان، النهار غيولي فيه بنان بزاف راه ولات خربيقه. خويا عمر وراه يضع من هاد المنبر، بغيتكم تفلتروا بنادم، ما بغيناش بنادم كلشي يدخل هاد الجروب، بغينا الناس الزوينين هما يدخلوا، الناس طموحه شي غير ندير لايف ويجي يدير ليا في الاخر اللايف شي كلمه ناقصه، ما يكبرش ماشي بداك السياد اللي ديجا ودار ايفور، ما عندك ما دير به، حيت هذاك ناكر الجامي ناكر جامي ما كتفرح ليه، ما عمرو غيوصل. دونك بلا ما يدخل هاد الجروب الدراري رضا وعمر، الجروب خاص يبقى نقي، خليه بحال هكذا. راه الا كثر بنادم بزاف ولينا واصل واحد 10000 ولا 20000 وطاح النيفو راه ما كاين، انا نخرج منه انا الاول
وغنقول ندمت كاع على جبت داك اللايف ولا كيفاش عاون الدراري ولا وغيبقاو دي لايف ديما غيبقاو يشاودو. ماشي غير دابا نكمل ليكم هذاك السيد دراري عمر راه الا كثر بنادم راه ما عندنا ما نديرو بنادم كثير بغيت بنادم كاليتي راه بغيت انا بغيت خويا عمر رضا يتقيدوا السمايه اللي ما كيداش اي فور غير بكومونتير زوين ما عنده ميدو في الجروب اللي كيبقى مخبي ورا التليفون وغير كيجبدها الزوينه وما كيبارطاجيش ما عندنا ما نديرو به. راه انا محتاج بزاف ديال الحوايج محتاج يعاوني ما تشريش واحد واتش براند نشري عندك واتش ماشي مشكل خاصين وانا بغي ندير بغي براند ديالي اخويا بغي ندير ماركه ديالي دونك انا ما انا هضر على لي مارك انكم خاصكم تبيعوا لي مارك لي مارك تساوي البيزنس ديالك ديما يبقى واقف وديجا كاينه كونكورونس صحيحه دابا الا وقف البيزنس غيعلقوا عليك الدراري دونك بلا ما تحاول تخدم على الماركه خدمتوا على الماركه الدراري الماركه خلوها للناس اللي ديجا يقدر يخسر فلوس انا ديجا بعد ما كنخسر 1500 درهم في النهار مثلا كنلقى ما ربحش والو ما ربحش والو والله ما كيبقى فيه الحال نقدر الغد ليه مع نهز الريدو ما طلع لي واحد 10 درهم ديال الربح ولكن انت ما تصبرش انت الا خسرتي 1500 ولا 2000 ولا 3000 في نهار واحد راه ما غاديش تخسرها. كيفاش دير البراند ديالك خويا حتى نخرج على الموضوع الا جا خرج على الموضوع انا باش نعطي طراجي طراجي كيفاش انا وصلت هاد النيفو الصغير اللي قدامك شي طامح ليه حيت هاد الناس محتاجين هاد الشيء. اما براند راه تقلب في جوجل كيفاش نصايب براند غتسول غريضة ولا عمر ولا في الجروب غيجاوبوك ديجا عمر ريضة راه دار بي دي اف على البراند راه فيه شي 22 باج يمكن كيفاش كري براند ديال بصح واقف على الصح بلا ما ندخلوا في هاد الشيء حتى غنخرج على الموضوع. شنو نقول لكم الله فاك انا كنقرا غالي تيس خدمي على شخصين هضر المهم الدريج عندي قال لي ايوب راه كاين واحد الجروب سميتو صافي ماركت اللي ديجا لادمينستراتور ديالو راه قرا معايا في النتيك فلوف بي بي تي اللي ديجا انا كتجيني عبوديه ديك المدرسه كيدخل منهم باش كي شنو نقول بحال شي عبد بحال داخل الحبس بحال داخل السبيطار الحمار لابس لي انا الطاب ليا اخويا في الابيض والملبس باش ما تدخلش راه ما كايناش هادي اما كي المهم غنخرج على الموضوع الدراري حيت انا ديجا حاقد على اللوف بي بي تي ديال بصح حيت ماشي دات انا مبغيش نقرا انا التزايد ماشي باش نقرا في اللوف بي بي تي انا المهم ندم على شي حوايج انني ما كملتش قرايتي صراحه يعني بقات لي شهر تقريبا ولا شهرين على الدبلوم وما ما دوزتش الدبلوم ديال يعني ما خديتش الدبلوم ما حيت ما دوزتش الامتحان كمل طاقيت خويا او يعني غير فهمت مزيان محمد عندك الصحه خويا بقات لي شهرين على الدبلوم واخا كنخرج على الموضوع المهم خاصكم راه حمزه نطاق معك اخويا حمزه بلا ما نذكر ديك السميه بلا ما نقول ديك الكلمه اللي قلتي حيت هذا اون ديريكت الدراري لو في بي تي كذبه على الناس صحابي اللي قراو معايا جوج الناس اللي خدموا في الكابلاج ب 2000 ومع 3000 درهم راه حشومه صاحبي الناس اللي كانوا كيقراو ديال بصح خدموا في الكابلاج اما الاخرين كلشي راه مريحين في الدار كلشي متحدى اي واحد دايز في هذا اللايف يقرا معايا يقول لي انا خدام كنعرف جوج الناس اللي خدموا وكانوا واعيين ديال بصح عندك الصح اخويا كنخرج على الموضوع عندك الصح المهم انا كنحاول نعطي بزاف ديال الاحترام ما يمكنش انا في 4 سنين نجي ندوزك في لايف ونقول لك كلشي كنحاول نحطها شويه باش كل واحد كل كيقرا في بابيت لو في بيتي وعند بالو راه كيقرا وغيوصل شي نيفو من لو في بيتي راه كيكذبوا عليك اخويا من الاخر دير شي يعني شي تقرا في لافاك احسن من لو في بيتي لافاك احسن لافاك عندك واحد غتكري واحد يعني واحد ستاتي من لافاك ديال بصح اما لو في بيتي راه كذبه المهم نذكروا شنو اخر داك الدري قال لي راه كاين واحد الجروب ماشي حطاني في المقاله في الجروب بغيت الناس بغيتهم يقولوا لي شحال تقريبا تكون تبيع داك المقاله اللي ب 20 درهم شحال غتكون تبيعش بغيت كنت المهم ياسين والدراري اللي كيعرفون بلا ما يكتبوا شحال حيت راه يكونوا عارفين الثمن شحال تبيعش من 20 درهم المهم السيد اللي شرا المقاله رجع لي من قنيطره رجع عندي مع تسلا ما عقلش مزيان المهم ما عقلش مزيان ما نكذبش عليكم هذاك السيد جا عندي من قنيطره مع تسلا باش يعني المقاله اللي ب 20 درهم اللي ديجا مولا اللي بها لي حقرها واللي انا عرفت القيمه ديالها يوسف قربت للثمن والله الا قربت للثمن اكزاكت جبتيه تقريبا قريب المهم يوسف هو اللي قريب للثمن هو 750 درهم وتخيلوا معايا الدراري من 20 درهم 750 واش ما يضركمش راسكم شويه وتقولوا راه كاين ما يدار
من 20 درهم 750. الدري اللي وراني جروب مني خديت داك 650 750 عطيتو 200 درهم واللي بقى ديالي 750 درهم. الدراري 750 درهم ماشي 5000. لا 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 ماشي 5000 وماشي 1500، 750 درهم بالضبط. جاي عندي من مدينة ديبلاصيت عندي، علاش؟ حيت عرف القيمة ديال ديك المكانة. المهم سمحوا لي، 750 درهم الدراري ماشي 5000 وماشي 700 وماشي ماشي 100 درهم. سيمو 750 معلم. داك الساعة يدي لي طن فراسي، طن باللغة ديال الدارجة طن. ايوب فكر، ما ميمكنش من 20 درهم 750 درهم، راه ميمكنش. ديك الساعة كنهبط للاسفي، راه كيعرفو الناس شارع كينيدي، شارع ماشي شارع كينيدي، شارع الرباط، كيتسمى شارع الرباط، فيه القصاريات وداك الشيء. كنمشي عند صحاب الطوابل كنشري لهم مكان ب 100 درهم، ما كنبيعهاش 750 كنبيع ب 200، حقت كاع صدقات ليا، ماشي كانت غير صدقات. ميمكنش انا نطمع نبقى ديما نبيع ب 750، من 100 درهم كنبيع ب 200 درهم صافي. شويه بدا كيطلع لي مي اجمل بزاف. سي ربيع غنجاوبك، غنجاوبك انت بالدور. ربيع تكرفس عليك ليان خويا، انا كان عندي 18 عندك الساعه، ما كنتش واعي بان لا مارك خصني تفوت واحد القياس. هذه الاولى مثلا ساويه، عطيني سميت هذا الجروب. انا عندي خويا محمد، انا بعت مكان بكثر من 8000 درهم بعت. المهم بلا ما ندخل الارقام خويا ربيع غنجاوبك انت، حيت قلتي تكرفس عليك السيد الثمن. خويا انا عندي 18 عام العقل طايش، ونبيع عليه ب 750. لحقاش هذيك المكان ما كتسواش 20 درهم اخويا، حيت السيد اللي باع عليه ولي تكرفص، هو اللي حمق شويه باع عليه ب 20 درهم. غلط ما خطاش واحد كوب عليها ب 200 درهم كتبقى ناخذ من عنده 20 درهم. قلت له اخويا شحال الثمن؟ قال لي ما عقلتش، نيغوسيت معاه 20 درهم صافي. دونك هو اللي غلط، السيد الاول اللي غلط ماشي انا. انا خويا عندي وانا ما عارفش اصلا، راه داخل الجروب حاطه قال لهم بغيت نبيع مكانه، جا نيغوسيا ماشي معايا باش تعرفوا، راه ماشي نيغوسيا مع السيد، نيغوسيا السيد صاحبي اللي ديجا وراني الجروب. نيغوسيا معاه على 750 درهم. هذه كتسمى استراتيجي. وفي هذه البقيشه كنعقل نيغوسي معاه في الفيسبوك في الفيرتوال، ولكن في الغيال انا اللي نيغوسيت معاه وعرفت ان راه عندي داك ليسبري ديال البيع والشراء. بعت وشريت معاه ديال بصح، بعت وشريت معاه ديال بصح، واخا داكشي كان قليل وما عنديش ما غنقراش ما نعرفش نقنعو. ماشي انا الدراري واخا ما خصني ندخل هاد الديتاي حاول، ماشي هاد المكانه راه مكانه راه رولكس مزيان، واخا قنعني راه كاين شي حوايج في هاد المكان خص تقنعني بيهم، ماشي تقرا في جوجل. راه ليكسبيريونس الدراري ليكسبيريونس. المهم لما ندخل في الديتاي حيت انا كنخرج على الموضوع سمحوا لي، ولكن بغيتكم تعرفوا ما كاينش حاجه اللي صعيبه ولا خدم عقلك توصل. انا دخلت بالصدفه لهذا الدومين، ولكن الله دخلني لهذا الدومين، الله كتب لي الطريق لحقاش بسبب ديك الطيحه ديال الوالد باش انا طلعت. حيت كون بقى الوالد عنده ما كانش غنوصل لهذا النيفو اللي هو صغير، كنقول لكم اللي ما ساوي والو قدام داكشي اللي طامح ليه بسبب الوالد باش وصلت لهذا الشيء. حيت كون بقى انا كنت كنهبط انا والدراري صحابي كنهبطوا لاكاف كتسمى، لا ماشي لاكاف يمكن ولا ما عقلتش، الباساج كتسمى الباساج، اسف واحد البلاصه فيها الحوايج. كنمشي كنبغي نتقدى سروال ولا شوميز، كيمشي صاحبي هو كيتشطر في بلاصتي. دارت ليام ماشي كنتشطر في بلاصتو، دابا دارت ليام صافي، يعني انا وليت كنقدر نتشطر في بلاصتو هو، راه هو عارف السميه خالد برطان. المهم دارت ليام مابقاش، يعني مابقاش انا كنتسنى واحد السيتي يمشي يتشطر معايا. دوك راه وليت كلام فورنيسور كيطلق لك واحد الكريدي اللي هو خيالي بزيرو زيرو كارونتي. كيفاش تقدر تخلي فورنيسور يطلق لك السلعه بزيرو كارونتي بلا شك بلا والو؟ عمرت شي شك في حياتي، في الحياه ديالي عطيت نهار بغيت نشري ابارطمون ديالي خلصت بها، يعني خصني نخلص بشيك من غير هادشي عمري في حياتي عطيت شي شيك، وما عمري نعطيه. واخا يوصل كاع لي فورنيسور ديال المغرب يقول لي لا ما نعطيك عندك الشيك، راه ما نعطيش الشيك حيت ما كاين الضامن. والله انا ما نديش لي فلوسو، واخا الا جات الموت ولا ماشي الموت، الا جات شي مرضى ومرضتش وما عنديش باش نرجع الفلوس تدخلني للحبس سينو بلا شك كتصبر عليا بزمنك. كندير ايكوميرس خويا زكي الوالي دري. الا كنت كنخرج على الموضوع قول لي خرج شي رجعوني للطريق. هذا الشيء اللي كاين.